فندم عايزه ايه؟ انا مالي انا، ان كان عيد ميلادك ولا مش عيد ميلادك دي مساله تخصك انت. دوري على حد يقول لك كل سنه وانت طيبه يا انسانه يا عظيمه يا سياده المديره. ازاي بس؟ ده قام قدامي عشان يغير هدومه ويجي لك المدرسه. معقول يكون غير رايه بعد ما انا نزلت؟ انت ما شفتيش كان بيكلمني في التليفون ازاي امبارح؟ طب وانا اعمل ايه يعني يا مس ناديه؟ اخده من ايده واوصله لحد عندك؟ الموضوع ده وراه حاجه وانا لازم افهمها. حاجه زي ايه يعني؟ ما فيش غير شخص واحد بس هو اللي ممكن يفهم منه فيه. والله يا مس ناديه انا ببلغ حضرتك باللي قالوا لي عبد العزيز بالظبط، ما زودتش ولا كلمه. معرفش هو قال لي كده على اساس ايه؟ حاضر، لو عرفت أي حاجة في الموضوع ده هقولك على طول. ماشي حاضر، أوكي، سلام. يا ساتر، إيه لعب العيال ده؟ أنا كان مال أنا ومال الموضوع ده؟ صباح الخير يا مس جميلة. صباح الخير. أنا والدة عماد. أهلاً وسهلاً، اتفضلي. إزيك يا عماد؟ إزيك يا مس جميلة؟ اتفضل. أنا مش هطول على حضرتك. في الحقيقة عماد لما كان بياخد مع حضرتك درس التاريخ كان اتحسن كتير جدا مع انه ما كانش بيطيقه، والامتحان خلاص بعد بكره، ممكن حضرتك تعملي مراجعه تلت امتحان؟ الحقيقه انا بطلت موضوع الدروس ده خالص. انا مستعده ادفع لحضرتك ضعف ثمن الحصه، لا تلات اضعاف ثمن الحصه لو تحبي. ليه هو ما زاد؟ انت يا عماد مش فاكر اي حاجه من اللي انا شرحتها لك؟ ده فاكر يا مس، بس انا كنت حابب اتاكد اكتر وراجع مع حضرتك لاخر وقت. يعني ايه تراجع معايا لاخر وقت؟ هو انا اللي همتحن ولا انت؟ هو حضرتك محبكاها كده ليه؟ ده الاستاذ عبد الفضيل كان بايت معاه ليله امتحان العربي. بايت معاه؟ ايوه. عموما انا قلت لحضرتك اللي عندي، مش هقدر اعمل حاجه تانية. وسامع ايه بقى بالظبط؟ يعني انا لسه جاي من عنده دلوقتي وبيقول يعني ان سمع راجل بيقول لحضرتك ان انت ست عظيمه وان هو هيتغير علشانك والموضوع ده يفضل سر بينك وحاجه زي كده يعني. ايوه ايوه. انا فهمت كده. هو سمع كلامي مع استاذ عبد الفضيل. وهل فعلا في بينك وبين الاستاذ عبد الفضيل ده حاجه؟ عبد العزيز. انا بستفسر بس يعني مش اكتر. الراجل كان جاي لي يطلب اجازه عشان بنته بتعمل عمليه، ولما عرف ان انا ما عملتلوش محضر بسبب الرشوه اللي اتهمني بيها، قال لي الكلام اللي سمعه ابوك. ده حتى ما استناش اشرح له اني مظلومه. ياه، والله انا قلت له من الاول ان انت مظلومه. بالظبط كده. طيب ايه رايك بقى ان انا عندي فكره هايله تخلي بابا هو بنفسه اللي يجيلك ويعتذر لك؟ قولي عليها. هفكر فيها واقول لك عليها على طول. ياسمين. ياسمين، عرفتي حوار الشغل اللي جاي لبابا؟ حوار ايه؟ فاكره الراجل اللي كان جاي يتعشى عندنا امبارح جايب لبابا شغل؟ لا، وفين بقى؟ فين بقى؟ في دبي. دبي؟ اوعى. لا، ولسه الاوعى الكبيره بقى، المرتب يا باب الدولار. ده احنا هنظبط تظبيط. بس في ترب صغير. ترب ايه؟ ماما قافشه ومش عايزاه يسافر. يا دي النيله، هي مامي غير مرمطه اللي احنا عايشين فيها دي؟ دي فرح باباها شغال مهندس في دبي وبيجيب لها شويه حاجات تجنن من هناك، ده غير بقى ان هي بتقضي كل اجازه معاها هناك. انت هتقولي لي ده احنا كنا هنتنقل نقله هوب سكالوب هنبقى في حته تانيه. كريم. يعني انت معايا ان بابي لازم يسافر؟ هو ده الحماس المطلوب. عارفه يا جميله؟ اللي بيخليني افكر ان انا اساعد ميس ناديه صراحه علاقه بابا بيها. لما كان بابا علاقته كويسه بيها كان حالته النفسيه هايله، اول ما ابتدى يبعد عنها حالته بقت في النازل. انت مش ملاحظه كده ولا ايه جميله؟ جميله، ثواني والاكل يكون جاهز. اكل ايه؟ اقعدي اقعدي اقعدي. مالك يا جميل، في ايه؟ مفيش حاجه. هو ايه اللي مفيش حاجه؟ لا، في طبق. انت بتعيطي يا جميل؟ بصراحه يا عبد العزيز مش عايزك تسافر. أنا اللي عايز أسافر يا جميلة. أنا نفسي مش طايق اللي اسمه الرخم ده. بس أعمل إيه يعني؟ ما باليد حيلة. أنا عارفة إن أنت ابتديت تفكر في موضوع السفر ده، بس أنا فعلاً قلبي مش مرتاح للسفرية دي وما اتعودتش أبعد عنك. للأسف يا جميلة ما عندناش حرية الاختيار، لو عندنا كنت اخترت أقعد هنا وما بعدش عنك لا أنتي ولا الولاد ولا البيت. بس للأسف السكة كلها اتقفلت في وشي. مش لاقي أي حل. وبعدين يا ست وخلاص يعني أنا شايف أني مجهز الباسبور ومسافر بكرة. لسه يا عالم. خلاص بقى يا جميلة. تعودتش أشوفك بتعيطي كده؟ إحنا جامدين. جامدين ولا مش جامدين؟
يلا اشوف بقى ابتسامتك الحلوه. ايوه لا احلى شويه. لا ابتسامه دي ضحكه دي. لا انا عايز ابتسامه بس. ايوه كده. انا جامعكم النهارده عارف طبعا ان انتوا وراكم مذاكره، بس قرار السفر ده ما ينفعش اخده لوحدي، عشان كده عايز اسمع رايكم. انتوا وحشنا قوي والله. ايه خلاص خدت قرار ان انا مسافر؟ بابا انت بتاخد الاصوات، حضرتك موافق، انا موافق، ياسمين موافقه، كلنا موافقين من اجل مستقبل مشرق لهذه الاسره السعيده، والله الموفق والمستعان. يا ده على اساس ان انا رايي ملوش اي قيمه. لا احنا ما قلناش كده، بس الديمقراطيه تقول ان احنا ثلاثه وانت واحد. عبد العزيز قال ناخد قرار مش نصوت، احنا مش في الامم المتحده، ولو هنمشيها بقى ديمقراطيه فانت مالكيش حق التصويت، انت اقل من السن القانوني. حتى لو اقل من السن القانوني هيبقى 2-1 وبرضه هتوحشنا ابو ياسمين. وانت واختك جبتوا الثقه منين ان انا خلاص موافق ان انا اسافر؟ بجد يا زيزو؟ انا لسه عايز اسمع رايكم وبعد كده هاخد القرار. يعني انت بعد ما سبت شغلك والعربيه اتدمرت لسه عايز تسمع راينا في انك تسافر وتشتغل وتقبض بالدولار ولا لا؟ ماما احنا بنفكر دلوقتي بشكل موضوعي، بابا لو قعد في مصر مش هيلاقي شغلانه يشتغلها، ده غير مصاريف الجامعه السنه الجايه اللي انا هدخلها ان شاء الله احتمال كبير تبقى بالدولار، بابا لو سافر هيكون كده حللي ازمه الدولار بصراحه. ولادك عاملين دراسه جدوى يا زيزو، يا زين ما خلفت. طبعا عشان كلامنا مش عاجبك هتطلعي فينا القطط الفطسانه. طب اتكلمي عادل. ياسمين عندها حق يا ماما، حضرتك بتستغلي سلطتك كأم عشان تستخفي برأيك. رايح فين يا زيزو؟ ما تخلصوا خناق ابو اندهولي. كتكنيله خرعتي كتفي. حقك عليا يا حاج. هو مال مستعجل كده ليه؟ جاتك القرف. ايه ده؟ هي البوسطه في ايه؟ هنا. تعالي تعالي يا ست، انصاف رايحه في ايه؟ في ايه؟ عايزه اروح البوستر من الجواز. بلا بوسطه بلا بتاعي، اقعدي بس اقعدي. يا ولا اوعى ما تعطلنيش. مش هعطلك، خدي عايزك في موضوع مهم، تعالي بس اقعدي. موضوع ايه بس؟ اوعى كده خليني. يا ست انا هوديك البوسطه بعدين، اقعدي بس. طيب ما دام هتوديني يبقى خلاص. طب انا مش هوحشك يا زيزو يا حبيبي؟ طبعا طبعا يا حبيبتي طبعا. طب ماشي خلاص، انا موافقه ان هو ما يسافرش. ايوه كده عقلي بنتي حبيبتي. طبعا هو من حقه ان هو يقعد معانا ان شاء الله، حتى ناكل طوب وما نلاقيش فلوس نروح بيها المدرسه. طب قومي يا بنت غوري من هنا، قومي. بنتك بتقطمني يا جميله. انا مش عارفه هم رامين طوبتك ليه العيال دي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل الاستاذ عبد العزيز عليوه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا مصطفى بركات المحامي بالنقد والاستئناف يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل 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 يا فندم اتفضل. هو حضرتك جاي بخصوص البلاغ اللي مقدمها مس ناديه؟ لا يا فندم، انا جاي بخصوص الست انصاف. يا ترى بقى هي موجوده؟ موجوده طبعا. اتفضل يا فندم اتفضل. شكرا. اتفضل جميله، بعد اذنك نادي للست انصاف. حاضر. خير؟ مالها ست انصاف؟ الحقيقه يا فندم انا جاي موكل من طرف الاستاذ قابيل الحناوي رجل الاعمال المشهور. هو كان عاوز يشتري نصيب الست انصاف في ورثه عمها. ايه ده؟ الست انصاف ورثت؟ حته ارض صغيره كده يا فندم، بس لو هي موافقه على البيع هتيجي معانا البلد تبيع بعقد مسجل في الشهر العقاري وتاخد 200,000 جنيه. ده ست انصاف هتتبسط جدا بالحكايه دي. باذن الله يا فندم. طبعا باذن الله. عبد العزيز. ايوه بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ايه يا جميل؟ يعني ايه مش موجوده؟ يعني ايه مش موجوده؟ هتكون راحت فين؟ ده موجوده في حته غريبه، يعني ممكن تتوه، ممكن يحصل اي حاجه. يعني ايه مش موجوده؟ هي مين يا فندم اللي مش موجوده؟ الست انصاف حضرتك مش موجوده، يعني يعني هتكون راحت فين؟ ما انا قايل لك يا جميله 100 مره خلي بالك منها يا جميله. طب اهدى بس عشان نعرف نفكر. حضرتك ما تعرفش هي تكون راحت فين بالظبط يعني؟ ولا اعرف ولا اعرف. ياسمين انزلي لف على الجيران، خبطي عليهم واحد واحد، نشوف الست انصاف تكون راحت عند حد منهم، هي بتحب الجيران جدا. لا فاكس، وانا اخبط على شقه شقه والناس عندها امتحانات؟ هي لو عند حد فيهم اكيد هيجيبها. روحي اعملي اللي باباكي بيقول لك عليه. وانت يا كريم بسرعه اطلع فوق السطوح دور عليها، يا رب ما تكون طلعت فوق السطوح. حاضر. وانا هنزل ادور في الشارع. طب اجي مع حضرتك؟ حضرتك تقعد تشرب القهوه، على ما تخلص القهوه بتاعتك اكون جبتها وجيت ان شاء الله. اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. الكبيره صفيه وبعدين ذكيه واللي بعدها سعديه، انا بقى الصغيره خالص. وازاي بعد السنين دي كلها ما سالوش عليكي؟ يوه يا ابني ده عمري تاني، محدش بيفتكر حاجة دلوقتي. أصل كان أمي جابتني من البلد وحطتني في بيت الست زهيرة
اللي هي تبقى ست الأستاذ عبد العزيز. كنت عيلة صغيرة ضفاير، بالك أنت لو شفت حد من إخواتي النهاردة مش هعرف ولا هو كمان هيعرفني. أنت جايبة سيرتهم ليه دلوقتي طيب؟ أصل بعيد عنك أبويا كل يوم يجي لي في المنام لابس أبيض في أبيض وحواليه دخانة كده ويقول لي خلي بالك من إخواتك البنات يا إنصاف، إخواتك البنات يا إنصاف، وأوف يختفي. يا ست إنصاف قلبين عليك الدنيا وانت عاملة قاعدة سمر هنا. وقلبين عليا الدنيا ليه إن شاء الله؟ اللي ما حد فيكم بيطق لي كلمة. فلولا ستر ربنا ها لميتها من الشوارع وراح تدور على صندوق بوسطة. صندوق بوسطة؟ عايزة تبعتي جواب لمين؟ لإخواتي البنات صفية وزكية وسعدية. هو هتبعتي الجواب كده على البركة يعني؟ ما أنا قلت لها، أنا قلت لها ده مش هيوصل من غير طابع بوسطة، ما صدقتني. مش مسألة طابع بوسطة، الجواب فاضي، ما فيهوش غير إخواتي الأعزاء صفية وزكية وسعدية. لا صفية وزكية وسعدية كده محتاج ثلاث طوابع بوسطة مش طابع واحد. ده اللي أنت قاعدة معاه؟ تعالى يا ست، تعالى يا ست. طب والجواب؟ أهي هنبعته ما تقلقيش. يعني صفية باعت؟ أيوة يا ست أنصاف باعت وعايشة مع ولادها في الخليج. طب وزكية؟ برضو باعت. وسعدية؟ لا بقى الست السعدية الله يرحمها. الله يرحمها، تلاقيها اتقهرت لما عرفت إن أرض أبوها بتتباع. لا هي باعت وتوفت بعدها بأسبوع على طول، دلوقتي ما فاضلش غيرك أنت. الأوراق حضرتك شكلها كلها سليم، بس بعد إذنك يعني محتاجين نستشير محامي. يا أستاذ عبد العزيز مفيش وقت، موكلي عايز ينفذ وبسرعة، كفاية الوقت اللي احنا ضيعناه على ما دورنا على الست أنصاف. الأستاذ عنده حق يا عبد العزيز، احنا لولاهم الست أنصاف ما كانتش عرفت ان ليها ورث أصل. لا جميلة، انت معانا ولا معاه؟ يا أستاذ عبد العزيز الحكاية لا معانا ولا معاه، انا لعلم حضرتك معايا سلطة ان انا اخلص الموضوع بتاع الست أنصاف ده، حتى لو هضطر ادفع 50,000 جنيه زيادة. بنت خشي شوفوا مذاكرتك جوه. يا فقر مالك متنحة كده ليه؟ سيبني استوعب اللي سمعته حالا. لا بقولك ايه، انا مش فاضيلك، انا عندي مذاكرة وامتحانات. مذاكرة ايه وبتاع ايه؟ الست انصاف ورثت ارض ب200,000 جنيه، ده غير ان المحامي هيزود لها 50. يا بنت المحظوظة يا انصاف، وهو الكلام ده اكيد؟ طبعا انا سمعت المحامي بنفسي وهو بيقول لها كده. يعني هو اللي زي انصاف دي هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ يا عم حلال عليها، انا بس كنت هاخد منها مبلغ صغير قد كده عشان اسافر روما في الاجازه. ايه الاستغلال ده؟ ايه في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ هي انصاف دي من بقيت اهلك عشان تاخدي منها فلوسها تروحي بيها روما وتبع طريقها كلها، امال هتجيب لي ازاي العربيه اللي انا عايزها؟ يا سلام، وهي بقى انصاف كانت من بقيت اهلك عشان تجيب لك عربيه؟ بقول لك ايه، ما تكبريهاش في دماغي على الطلاق، اكتب عليها وقت. وقتي قلت ايه حضرتك؟ والله صراحة يعني الرأي مش رأي، الرأي رأي ست إنصاف. أنا أي منام يا ست إنصاف، يا ست إنصاف، يا أستاذ عبد العزيز أعمل إيه؟ والله الست دي أكيد مجنون عشان ترفض مبلغ زي ده، دي تقريبا طردت الراجل. أنا صراحة شايف الموضوع غير كده خالص يا جميلة، يعني واحدة زي الست إنصاف دي طول عمرها عايشة مع جدتي، بعدين لما ماما الله يرحمها اتجوزت بابا نقلت معاها وعاشت عمرها كله معاها لغاية وفاتها الله يرحمها، يعني ما تعرفش أي حد في البلد، عايزاها ما تلاقي حاجة بقى من ريحتهم ما تتمسكش بيها. أنا لو مكانها بيع الأرض دي مليون مرة، الناس دي قعدت سنين عمرهم ما سألوا عليها، ده لولا إن عمها مات كان هيفضل حاطط إيده على أرضها. يا ست ممكن تكون سامحتهم، هي حرة أرضها وهي حرة فيها بقى. ماشي أنا مالي هوجع دماغي ليه؟ يلا تصبح على خير. جميلة صحيح تعرفي حد بيبيع دولارات؟ عايز دولارات ليه؟ يعني عشان لما سافر إن شاء الله أكيد هصرف من معايا لغاية لما أخد أول قبض. لا قومي يا عبد العزيز وكلمني زي ما بكلمك، دولارات هناك فين؟ مش إحنا خلصنا الموضوع ده خلاص؟ ما خلصناش يا جميلة، أنا اديت الفلوس لباسم الرخم ده عشان يطلع لي الفيزا، أول ما الفيزا تطلع هسافر على طول، يعني قدامي أسبوع تقريبا. تصبح على خير يا جميلة.
حياه اغلى حاجه عندك ما تسافرش يا عبد العزيز. وانت صادقه، عشان اغلى حاجه عندي انا مضطر اسافر يا جميله. انت عارفه يا صفصف، لو حطينا 250 الف جنيه دول في البنك هيجيبوا لك كام في الشهر؟ اكتر من 2000 جنيه حتى. شوفي بس انت، يعني لو عايزه رايي ان انت تحطي ال 200 الف جنيه دول في البنك وتاخدي ال 50 الف جنيه وتفرفشي بيهم على نفسك وعلى اللي حواليك. انا مش هاخد الفلوس دي. صح، انت صح. الراجل في اقل من ساعه زود المبلغ من 200 الف ل 250، فاحنا بقى لو تقلنا عليه شويه كده ممكن يزوده ل 300 الف. يا صفصف يا كتر انت. انا مش هبيع الارض اللي فاضله لي من ريحه ابويا الله يرحمه. حلو ده، افيش انت بقى الجمله دي عشان هم يصدقوا ان انت مش عايزه تبيعي. دلوقتي بس فهمت ليه ابويا كان بيزورني في المنام ويوصيني على اللي باقي في الارض. اتاريني ما كنتش واخده بالي. الله يرحمك يابا. ابوك ايه اللي كان بيجيلك في الحلم؟ هو انت اصلا فاكره شكله؟ ايوه طبعا فاكراه. ده كان بيجري ورايا ويلعبني في الارض الواسعه بتاعت سيدي. ما الارض دي اصلها كانت بتاعت سيدي الله يرحمه. الله يرحم ابوكي وسيدك ويرحم الجميع يا رب. اه مش لاقي، قالب الدنيا يا معلم، ولا في ولا دولار، مفيش دولارات في البلد خالص. يا بشوي زيزو بيه. ايوه يا ربيع. انت محتاج دولار؟ اه محتاج دولار. انت بترمي ودن ولا ايه؟ يعني اسف، ولا ودن ولا رجل، ما سمعتش حاجه. طب خد تعال تعال. طيب بص هكلمك تاني. ماشي يلا سلام سلام. انت بتتاجر في العمله ولا ايه؟ انت بترمي ودن ولا ايه؟ اخلص. ايوه يا بشوي بالراحه، شغال. دولار، يورو، دينار كويتي، زحلقه موزمبيق، اي حاجه عايزها موجوده. اه كل ده بسببكم، الدولار بقى بيستهبل. هو انا بقول لحضرتك بتاجر في مليون دولار؟ ده هم كام دولار كده بنقلب عيشنا فيهم. ومش خايف تتحبس يا ده عربيه؟ يحبسوا مين يا استاذ زيزو؟ يحبسوا مين؟ ده لو حبسوا كل تجار العمله السجن مش هيلاحق على المساجين. على رايك، والدولار بكام بقى عندك؟ يعني ازيد من البنك بخمسه قروش بس. ايه؟ خمس قروش زياده عن البنك؟ ولا تزعل ولا تغضب ولا تقول لي ليه؟ روح غير من البنك. خلاص خلاص، وانا راجع ابقى عدى عليك. لا بلاش، نصيحه مني بلاش لما ترجع، عشان عبال ما ترجع هيكون غلي. انت محتاج كام؟ يعني مبلغ ضخم. قول يعني بقى جو. يعني مش اقل من 1000 دولار. يا سلام، وماسك لي الموبايل ويا ربيع معاك دولارات، يا ربيع مش عارف ايه، وغير لي 1000 دولار في الاخر. ولا اخلص، معاك ولا معاكش؟ معايا. خلاص هنغيرهم لك، عبال ما تاجي هتلاقيهم حضرانيين، واكراما ليه وللجيري وللاكل الجميل اللي بتنزلوا لي مدام جميله هحسبهم لك بسعر دلوقتي مش بسعر كمان شوي. ماشي ماشي يا ربيع. ماشي يا استاذ زيزو. ملعون ابوك يا بنك، حوجتني للاندال. ها يا بابا، ما قلتليش رايك. يعني رأيي ورأيي هيهمك فيه؟ إن كنت خدت القرار قبل ما تشاورني حتى. بابا انتوا ليه كلكم بتعاملوني إن أنا مسافر أستجم؟ أنا لو عليا لا عايز أسيب البلد ولا أسيب ولادي ولا أسيبك يا بابا. سافر يا ابني، سافر يا عبد العزيز. ما خلاص قفلت من كل حتة. سافر يا حبيبي. بابا ما تعيطش والنبي، انا ماسك نفسي بالعافيه يا بابا. يا عالم يا ابني، يا عالم ان كنت هشوفك تاني ولا لا. ربنا يديك طول العمر يا بابا. مش جميله كلمتك؟ دي محتاجه حاجه؟ لا ما فيش، يعني اصلها كانت بتقول يعني ان ميس ناديه متقدم لها عريس. ربنا يوفقها ويتمم بالخير. ايه ده؟ ما زعلتش يعني؟ لا ما زعلتش، وايه اللي هيزعلني؟ ما انا خلاص هتجوز. نعم هتجوز. تتجوز ايه يعني؟ واحده؟ امال يعني واحد؟ هتجوز ايه؟ صعبه؟ استهجها لك.
هو ده شكل حياتي مشاكلي نومي واكلي حكايتي حكاية دنيتي مرة ناس تضحكلي وعشرين مرة معندة معايا هو ده زيزو العيلة دي كان جرى ايه كان جرى ايه قلبي شايلها عايش مشاكلها محدش عمري كبرت عليه كبرت عليه تعبانين ايه زيزو زعلانين ايه زيزو تعبانين ايه زيزو زعلانين ايه زيزو ايوه انا زيزو ايوه انا زيزو